ضمن فعاليات مشروع الاستجابة الطارئ للحد من أخطار دود الحشد الخريفية، الشق الأساسي بالمكافحة المتكاملة هو الشق المكافحة الحيوية اللي يعني سوريا مميزة فيه من خلال مراكز التربية الموجودة، وأهمها مركز اللاذقية وحماة والسويداء. موضوعنا الإدارة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية. لاحتواء هذه الآفة الخطيرة نحتاج إلى تآزر بعض طرق الإدارة المتكاملة لتخفيف نسبة الإصابة بهذه الآفة. طبعا لدينا شقين، هو الشق المخبري والشق الحقلي. الشق المخبري هو تجهيز الأعداء الحيوية التي سيتم استخدامها في الحقل. أهم هذه الطرق هو المتطفل البيضي تريكوغراما برينسيبيوم، طبعا نحضره من المخبر من بعد التخزين، لأن الطفيل يخزن لمدة 6 شهور، وهي ميزة أساسية للطفيل. نقوم بتجهيزه بإيقاظه على درجات حرارة مختلفة حتى نصل إلى الإيقاظ النهائي خلال 24 ساعة، يمكن أن يخرج من التطفل. في هذه المرحلة نقوم بقص البطاقات قبل إطلاق متطفل البيض. ب 24 ساعة نقوم بتشريح البيوض لنضمن وصولها لمرحلة الإطلاق، وهو لون الجسم يكون رمادي والعيون حمراء. متى ما صارت فهي جاهزة للإطلاق. يتم وضع هذه البطاقات داخل كبسولات خاصة للإطلاق، نوعين طبعا منها، نوع بلاستيك ونوع كرتون. البلاستيكية طبعا إلى ثقوب خاصة وإلى مكان للتعليق بالنبات، مثقوبة من جهتين ثقبين لخروج المتطفل بعد خروجه من التعذر خلال 24 ساعة البحث عن عائله. هذه الثقوب تسمح بخروج الطفيل ولا تسمح بدخول حشرات أخرى ممكن أن تقوم بعملية افتراس للطفيل. أيضا عبوات كرتونية لها مكان للتعليق وثقوب للخروج. هذا كيس الإطلاق للطفيل تريكوغراما برينسيبيوم. الكيس يحوي 100 كبسولة، 100 كبسولة تكفي لهكتار. ملصوق عليها لصاقة تبين تعليمات الإطلاق، الجرعة، مسافة الإطلاق، توقيت الإيقاظ. نحفظها داخل طرمز مبرد لنقله للحقل. نقوم بتعليق الكبسولة في منتصف النبات لحمايتها من أشعة الشمس المباشرة، بالإضافة إذا كان في عمليات سقاية لا تقوم بسد ثقوب الخروج المتطفل. طبعا هذه الكبسولة تكون على رؤوس مربع، طول ضلعه 10 أمتار، 5 أمتار من كل جهة، تغطي الحقل بالكامل بشبكة من الأعداء الحيوية التي تبحث عن بيوض، لطع بيوض دودة الحشد الخريفية وتتطفل عليها. نقوم بتجهيز المبيد الحيوي البكتيري بازيلو ثوريجنسيس الذي يتم رشه بعد 4 إلى 5 أيام من إطلاق المتطفل البيضي تريكوغراما برينسيبيوم. الطفيل تريكوغراما برينسيبيوم تطفل على البيوض، بقى قسم من البيوض لم يتطفل عليها، فقست هذه اليرقات التي تفقس بالأطوار اليرقية الأول والثاني تحتاج إلى مبيد حيوي بكتيري يؤثر عليها. طبعا جرعة الإطلاق هي 3 غرام لكل لتر ماء. بعد رش المبيد على النباتات وغسلها به، تقوم اليرقات بالتغذية على الجراثيم. هذه الجراثيم عندما تدخل داخل الجهاز المعوي تفرز سمومها، ويقوم الجسم البلوري بحل الغشاء المعوي والتكاثر عليه، وبالتالي تتوقف اليرقة عن التغذية وخلال 48 ساعة تموت. هذه اليرقات ستصبح مخزون من الجراثيم بعد أن يتكاثر عليها وتنضج لتناثر بالطبيعة لتعاود تطفلها من جديد. الطريقة الثالثة من طرق إدارة الآفة هو الطفيل اليرقي هابروبراغون هيبيتور. الطفيل اليرقي هابروبراغون هيبيتور طبعا نربيه تربية مخبرية على يرقات الإفستيا كونيلا، 3 إناث مع 6 ذكور مع 40 يرقة، نجمعها بأنبوب خلال 11 يوم تنطينا جيل كامل من 150 إلى 200 طفيل. هذه الطفيليات نقوم بتجهيزها. طبعا من ميزات الطفيل أنه مسافة طيرانه دائرة قطرها 1000 متر، بالإضافة لقدرته العالية على البحث عن العائل والقضاء على الآفة بطور أكثر تقدم، يعني بالطور الثالث والرابع يكون هناك في ضرر طبعا، بس عندنا الطفيل البيضي والطفيل والمبيد الحيوي البكتيري عملية إطلاقها بالأطوار الأولى يخفف الإصابة ويخفف الضرر، بينما هذا يكون الضرر حاصل بس يخفف
وصول اليرقات إلى الأطوار الكاملة وخروج الفراشات الكاملة، نخفف تطور الآفة إلى الحشرة الكاملة، ويطلق بطور الحشرة الكاملة. طبعا بعد ما نربي بأنابيب أو مرطبانات، عندنا أنابيب وعندنا مرطبانات، ممكن نربيها بهذه الطريقة وبهذه الطريقة. كل دونم إطلاق حسب نسبة الإصابة، تكون الإصابة خفيفة ممكن نطلق 400 إلى 500 متطفل هابرا براغون هيبيتور. في حال الإصابة المتقدمة ممكن نضاعف جرعة الإطلاق إلى 1000 متطفل لكل دونم. هاي العمليات التي تم إجراؤها يمكن أن نقوم بها على 4 أو 5 إطلاقات خلال موسم الذرة، لنستطيع السيطرة على هذه الآفة خلال فترة تواجدها بالحقل.